حكم من يوزع التركه بالتساوي. يعني لو فرضنا انه في شخص عنده ذكور واناث واراد ان يوزع التركه بالتساوي بين الجميع، لو وزع التركه بالتساوي، اولا يعني مصطلح توزيع التركه بالتساوي هذا المصطلح مش دقيق 100%. ليه؟ لاننا عندما نقول تركه فيجب ان يكون فيه متوفى، تمام، ولا يجوز ان نقول ان هذا المتوفى قد قام بتوزيع تركه. ايوه، انما نقول ايه، هل يجوز للاب ان يقسم امواله على اولاده وهو على قيد الحياه بالتساوي بين الذكور والاناث؟ صح، اذا حدث هذا لا مانع، وقد اجازه كثير من الفقهاء. ليه بقى؟ لانه في فرق كبير جدا بين الميراث والهبه. الهبه تكون في حال الحياه، والانسان يهب اولاده وهو على قيد الحياه ويملكهم ملكا حقيقيا وهو على قيد الحياه. اما الميراث فلا يكون الا بعد الموت، تمام. وعلى هذا فلا نستطيع ان نطبق احكام الميراث على الهبه. يعني ايه؟ يعني لو فرضنا ان في اب على قيد الحياه وعنده املاك فاعطى لابنه شيء، هل يلزم من هذا العطاء لهذا الابن ان يعطي البنت على النصف من هذا العطاء؟ لا، بل بالعكس، قالوا ان الهبه الاصل فيها المساواه. الهبه الاصل فيها المساواه، يعني ايه؟ يعني لو اعطى هذا الولد 1000 يعطي البنت 1000. طيب هل هو ملزم بان يعطي البنت 500 كما اعطى الولد 1000؟ قالوا لا، لانه للذكر مستحاض الانثيين هذا في الايه؟ في الميراث، ولكن لا يكون في الهبه. ولكن فقهاء الحنابلة قالوا إيه؟ قالوا أنه إذا أراد أن يقسم أمواله جميعا، أن يقسم أمواله جميعا على أولاده وهو على قيد الحياة وأراد أن يقسمها بقسمة الميراث فلا مانع. هو تصعيد للسؤال، هو المتوفى مات، تمام، وترك تركته، جميل، والمتحكم في التركة هو الذي سيقسم التركة لوراثته. هذا لا يجوز. إذا قلنا إن فلان توفي ومثلا ابنه الأكبر أو زوجته أو أخيه أراد أن يقسم على هؤلاء الورثة بالتساوي بين الجميع ذكورا وإناثا، هذا لا يجوز. لأنه مناقض لأمر الله سبحانه وتعالى.